أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. شكوى للنيابة من هيئة تحرير صحيفة يمنية ممنوعة من دخول عدن. صحيفة بريطانية: مخزون الطعام في اليمن قد ينفذ خلال شهرين. ومن أخبارنا المنوعة: القبض على أمريكي هدد بإطلاق النار على الرئيس دونالد ترامب. أهلا بكم. ممنوعة من دخول عدن ويتم احتجازها بالمنافذ قبل أن تصل إلى القراء، هذه قصة صحيفة أخبار اليوم والشموع في عدن، الصحيفة التي أحرقوا مطابعها قبل أشهر في العاصمة المؤقتة وعلق موقع الحرف 28. مؤسسة صحفية تشكو قوة التحالف والحزام الأمني في عدن إلى النيابة العامة. قال الموقع إن مؤسسة الشموع للطباعة والنشر رفعت شكوى بقائد قوات التحالف العربي بعدن العقيد أبو ماجد إماراتي الجنسية ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع، كما شملت الشكوى مدير أمن لحج صالح السيد وقائد الحزام الأمني بعدن وضاح عمر وقائد قوات الطوارئ والتدخل السريع بالحزام الأمني منير محمود أحمد المشالي المعروف بأبو اليمامة. وقالت المؤسسة في الشكوى التي رفعتها إلى النائب العام أنه في تاريخ 1 مايو الماضي أقدمت قوة أمنية تنتمي للحزام الأمني بعدن باقتحام مقر مؤسسة الشموع للصحافة وحرق مطابعها، وأكدت أن القوات بمجرد وصولها للمبنى باشرت الاعتداء على الموظفين والحراس وإخراجهم من المبنى تحت تهديد السلاح ورصهم على الجدار الأمامي لمبنى المؤسسة، ومن ثم مصادرة تليفوناتهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، أبرزها: اللجنة الاقتصادية تحمل البنك المركزي مسؤولية استمرار تدهور الريال، وعنوان من العاصمة المؤقتة: تعد الثانية في أقل من أسبوع اغتيال مدير مدرسة في عدن، ومصادر تقول بن دغر اتفق مع الأمريكيين لتعيينه بمنصب نائب أول للمؤتمر. ومن العناوين أيضا: القوة الحكومية تحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء، وميدانيا الجيش يسيطر على مناطق لعمق الحديدة ومقتل قيادات حوثية كبيرة في عملية نوعية. اليمنيون بين 5 أيام، تحت هذا العنوان كتب مطهر قاسم مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا: اليمنيون بين تاريخين يفصلهما 5 أيام غيرت جغرافيا البشرية اليمنية ليصبحوا بين نكبة 21 سبتمبر وثورة 26 سبتمبر. هي ليست 5 أيام، بل هي الفارق بين عودة الحكم السلالي الكهنوتي على نظام جمهوري الدستوري، بين ثورة شعب وانقلاب ميليشيات، وبين الحق الإلهي الكهنوتي المزعوم ودولة القانون والدستور والتعددية الحزبية، بين الحرية والعبودية، وبين البناء والتعمير والخراب والتدمير، بين التعايش السلمي والقتل والاقتتال، بين التعليم والتطوير والجهل والتخلف، بين التطرف والغل، وبين الوسطية والاعتدال، بين التعاليم الدينية الحنيفية السمحة والغلو والخرافات واللطم، بين ارتفاع صوت الجهل والبنادق على صوت العقل وصرير الأقلام، بين اغتيال الطفولة بتفجير المدارس ودفعهم إلى المحارق، بين رفع الشعارات المذهبية والطائفية السلالية وروح التسامح والتعايش والوطنية، بين يوم الخيانة والارتهان والوصاية الخارجية للمشروع الإيراني وخروج اليمن من حاضنتها العربية، يوم استبيح فيه كل شيء ونهبت مؤسسات ومقدرات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية وفرضت الجبايات والإتاوات ودمر الاقتصاد الوطني لتحل المجاعة والجوع، يوم دمر كل شيء جميل بحجة الحق الإلهي الكهنوتي المزعوم، يوم أسود مشؤوم على اليمنيين لن يدوم، وإن غدا لناظره قريب.
المعاناة التي تنتشر في صنعاء أسبابها كثيرة، بينها ما تقوم به ميليشيات الحوثي حيث أقدمت على منع وصول الكثير من حاجات الأهالي إليهم وعنون موقع عدن الغد. ميليشيا الحوثي تحتجز الغاز المنزلي وتمنع وصوله إلى ذمار، أكد ممثل السلطة المحلية بمحافظة ذمار في غرفة العمليات المشتركة للغاز بصافر صالح العنهمي أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعرقل وصول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين وتحتجزها لفترات طويلة. أضاف ميليشيا الحوثي تحتجز مقطورة الغاز المنزلي في منطقة عفار بمحافظة البيضاء وتفرض إتاوات كبيرة على كل مقطورة غاز، ناهيك عن تدخلات فرع شركة الغاز بصنعاء من خلال تحويل بعض المقطورات من حصة محطات محافظة ذمار، مؤكدا ازدياد وتيرة التحويل في شهر أغسطس وسبتمبر إلى ما يقارب 35% من حصة ذمار، وهو ما يتسبب بعجز في إمداد المحافظة. أعلنت الحكومة اليمنية تمكنها من إبقاء جزيرة سقطرى ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو كأحد أبرز مواقع التراث العالمي رغم أوضاع الحرب بالبلاد، وعنون موقع رأي اليمن: رغم الآلام سقطرى باقية ضمن أبرز مواقع التراث العالمي. قال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن عبد القادر الخراز أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على سقطرى ضمن القائمة رغم أعاصير تشابالا وميغوا ميكونو التي اجتاحتها، وأكد أن بقاء سقطرى في القائمة سيعزز جهود حماية الطبيعة وتنميتها بصورة مستدامة كالتزام يمني ودولي. عن مشروع مستقبل اليمنيين الذي أجهض وما زال في المهد، كتب عبد سعيد المغلس مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا في بعض فقراته: بدا مشروع الخلاص بجمع اليمنيين تحت سقف الحوار الوطني ليستخدم اليمنيون صراع الكلمات والمشاريع بدل صراع الحروب والموت، فتوافقوا على مخرجات الحوار الوطني بدولته الاتحادية بإقاليمها 6 والتي هي مشروع الخلاص والإنقاذ لليمن واليمنيين لإخراجهم من دائرة الصراع على السلطة والثروة إلى دائرة التعايش والبناء تحت مظلة المواطنة المتساوية عبر تقاسم عادل للسلطة والثروة. فكان مشروع الدولة الاتحادية بأقاليمها 6 هو مشروع المستقبل الذي يطوي الماضي وصراعاته. في تلك اللحظة حاولت قوى الإمامة المتسترة بمسميات مشاريع وطنية ومعها قوى ثقافة الفيد والهيمنة والإخضاع إعاقة المشروع وإفشاله، ومن ضمن ذلك محاولات اغتيال المشروع من خلال اغتيال الرئيس هادي نفسه. غير أنهم لم يتمكنوا، فكانت لهم خياراتهم وقوانينهم، ومضى المشروع قدوما رغم كل المؤامرات المعيقة لمؤتمر الحوار الوطني ومحاولات إفشاله، غير أن قيادة الرئيس هادي والمخلصين معه تمكنت من حماية المشروع وتحصينه بدستور يرعى ويحصن ويحمي مشروع الدولة الاتحادية بأقاليمها 6. حينها أيقنت قوى الإمامة والكهنوت وقوى الفيد والإخضاع أن المشروع سيفرض نفسه وسيطويها التاريخ دون رجعة، فاختطفت الدستور وحمله الدكتور أحمد عوض من مبارك قبل وصوله لمناقشته وإقراره. انقلبت الإمامة وحلفاؤها من النظام السابق على الدولة اليمنية وشرعيتها ومشروعها حين اختطفوا مسودة الدستور المؤسس لليمن ومستقبله وتعايشه وحضارته تماما، كما حدث مع دخول الإمامة في أول قدوم لها لليمن. فكان يوم 21 من سبتمبر 2014 يوم كارثة ونكبة لليمن الأرضي والتاريخ والحاضر والمستقبل والإنسان. لقد خلعت الإمامة قناعها وبرزت عنصريتها البشعة والمدمرة التي لا يهمها اليمن واليمنيون، وسلمت نفسها لراعيها وراعي مشروعه القديم الجديد ولاية الفقيه في إيران. وأعلنت طهران سقوط العاصمة العربية الرابعة تحت جحافل ميليشياتها الحوثية. جريدة الاندبندنت نشرت موضوعا مطولا عن الأوضاع في اليمن وأحدث التطورات على الصعيد الإنساني، حيث تركز الجريدة على تحذيرات من منظمات دولية من أزمة نقص الغذاء
وعنونت الصحيفة البريطانية: مخزون الطعام في اليمن قد ينفد خلال شهرين. توضح الجريدة أن منظمة كير الدولية حذرت من أن مخزون الطعام في اليمن لا يكفي المواطنين لفترة طويلة، وأنه قد ينفد في فترة تتراوح بين شهرين أو 3 أشهر. تضيف الجريدة أن المنظمة تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إعادة فتح ميناء الحديدة اليمني، لأنه المنفذ الرئيسي لوصول إمدادات الغذاء إلى البلاد، لكن الأطراف المتحاربة تواصل المعارك فيما بينها للسيطرة عليه. تنقل الجريدة عن جون مويغ مدير مكتب المنظمة الدولية قوله أنه بمجرد إغلاق ميناء الحديدة بشكل نهائي فسيكون لدينا الملايين من المواطنين الذين لا يجدون أي طعام. أما صحيفة الإكسبريس الفرنسية فقد ركزت على اعترافات الأمم المتحدة والتي قالت أنها خسرت المعركة ضد المجاعة. قالت الصحيفة التي ترجمت لبلقيس أن الأمين العام لمجلس الأمن مارك لوكوك أكد أن الوضع في اليمن قاتم جدا ونحن نخسر حربنا ضد المجاعة، وقد تفاقم الوضع بشكل مثير للقلق في الأسابيع الأخيرة. كما أكد في اجتماع طارئ لمجلس الأمن بناء على طلب المملكة المتحدة: لقد أصبحنا قريبين من نقطة اللا عودة التي سيكون من المستحيل أن نتجنب فيها الكثير من الخسائر في الأرواح بسبب المجاعة واسعة النطاق في البلاد. كما أكد مارك أن أكثر من 8 ملايين شخص يعيشون في انعدام أمن غذائي حاد، أي أنهم لا يعرفون متى سيحصلون على وجبتهم القادمة، فهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة من أجل البقاء. قال مسؤول الأمم المتحدة أنه لتجنب الانهيار الكامل والحفاظ على حياة الملايين من الناس يجب على مجلس الأمن دعم إجراء مفاوضات سياسية واتخاذ إجراءات فورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. الجراح الإيراني مريض أيضا. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله في صحيفة الشرق الأوسط التي يرأس تحريرها، وقال في جزء من المقال: ثمة من يعتقد أن هجوم الأحواز سيعطي الرئيس حسن روحاني فرصة التحدث في نيويورك عن الإرهاب الذي يستهدف بلاده، لكن الأكيد أن للتوتر الإيراني المتصاعد علاقة بمواعيد أخرى. واضح أن الرئيس دونالد ترامب سيوظف حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإطلاق حملة واسعة على طموحات إيران النووية وترسانتها الصاروخية وسياسة زعزعة الاستقرار التي تنتهجها في الإقليم. وتزداد أهمية هذا الموعد كونه يسبق بأسابيع الموعد الذي حدده ترامب للجولة الثانية من العقوبات ضد إيران، وهي عقوبات نفطية قال إنها ستكون الأقسى في التاريخ. لا شك أن سلوك إيران في الفترة الأخيرة يحمل بصمات الخسارة التي منيت بها بفعل خروج أمريكا من الاتفاق النووي وإصرار واشنطن على أن تكون الترسانة الصاروخية والسلوك الإقليمي جزءاً من أي اتفاق مقبل مع إيران. لقد انتهت أحلام الإفادة من عائدات الاتفاق النووي لتمويل الهجوم الواسع في الإقليم، وأبهرت الأسابيع الماضية أن الموقف الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي لا يشكل على الإطلاق وسادة معقولة أو مقبولة للقلق الإيراني. وإذا ما أخذنا في الاعتبار تراجع العملة الإيرانية والاحتجاجات الأخيرة في أنحاء مختلفة من البلاد وانكشاف أزمات إيران مع مواطنيها من الأكراد والعرب والبلوش والتركمان، يمكننا فهم التوتر الحالي. وكما تذمر المواطن السوفياتي ذات يوم من تردي أوضاعه في حين تضخ بلاده المليارات في عروق نظام كاسترو، سيتذمر الإيراني من تردي أوضاعه وإنفاق ثروات بلاده في المغامرات الإقليمية. حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هاي لإيران، كما أورد موقع BBC، على النظر للمرآة لمعرفة أسباب الهجوم على العرض العسكري في الأهواز الذي خلف 25 قتيلا يوم السبت. قالت هاي إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قمع شعبه لمدة طويلة. هايلي ردت على انتقادات روحاني الحادة للولايات المتحدة التي قال فيها إن واشنطن ودولا خليجية وراء هجوم الأهواز. المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية وتنظيم الدولة الإسلامية،
أعلنتا مسؤوليتهما عن الهجوم، لكن لم تقدم أي منهما أدلة على ذلك. وكان أربعة مسلحين نفذوا الهجوم على منصة الاستعراض خلال العرض العسكري السبت، أدى إلى مقتل 25 شخصا بينهم 12 جنديا وطفل واحد وإصابة 25 على الأقل. القدس العربي قالت بأنه وبعد عملية بحث دامت 3 أشهر، قال مسؤولون إن السلطة تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أضافت أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر 6 ولايات فضلا عن كندا. وقالت السلطات إن شون كريستي هدد الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي في منشور على الفيسبوك انتقد خلاله أيضا مورغانيلي ممثل الادعاء ببنسلفانيا، وكريستي متهم بأنه كتب على الفيسبوك: استمر في ذلك يا مورغانيلي، أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد ترامب. كريستي اختفى بعد نشر هذا الكلام، واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون. سردية الجرح، تحت هذا العنوان كتب معين الطاهر مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: لكل فرد أن يتباهى بجرحه ويفتخر به، أن يعده من دروب البطولة والفداء، له أن يؤدي دور البطل أو يمثل دور الضحية، وله أن يخجل منه إن لم يكن في سبيل هدف نبيل، أو إذا ما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال وندم على تجربة خاضها أو اضطر إليها مرغما ثم اكتشف عمقها وخواها، وله أن يحزن ويتألم إن لم يجد بعد حين ذلك التقدير الكافي لما قام به، وإذا ما رأى من لم يبذلوا جهدا يتقدمون ليقطفوا الثمار الآن. ولكن ما يؤلم حقا أن يمتد جرح الفرد ليمسي جرح وطن، وجرح الوطن غائر وعميق وينتشر سريعا في العضو المصاب ليشمل سائر الأعضاء فيمزق نسيجه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ليصل إلى منظومته القيمية فيعبث فيها فسادا. تنشأ جروح الأوطان بتدخلات أطراف خارجية تريد بسط هيمنتها عليه ونهب مقدراته وإخضاعه لرغباتها، كما ينتجها احتلال غاشم يقضم الأرض ويضع السكان تحت سطوة بساطير الاحتلال. لكن ما يعادل ذلك ويفوقه مرارة أن يكون الجرح من صنع بعض أبنائه، وأن تكون الاستعانة بالأجنبي لتوطيد سلطانهم وحمايتهم من خطر مزعوم. تمتلئ الجروح بالفساد الذي سرعان ما ينتشر وينهك جسد الأمة كلها، وعادة ما يترافق الفساد مع الاستبداد فتنعدم مظاهر الحرية وتختفي، ويخترع أعداء وهميون وتختلق ضغائن متخيلة تلهي العبادة وتمكن الفساد والاستبداد، وتتيح للعدو التسلل إلى داخل خلايانا وأدمغتنا. قد يعالج جرح الوطن بمناعة الجسم الذاتية وبصمود أعضائه التي تزداد منعة وقوة كلما استمرت في مقاومتها، وقد تسترد عافيتها إن اتحدت، ولكن في أحيان وأزمنة كثيرتين يصدق المثل الشعبي: آخر العلاج الكي. صور نابضة بالحياة والألوان نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، ننقلها لكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. تتعدد طرق التعبير، وللكاريكاتير لغته الخاصة التي تختزل المعاني في لمسات فنية معبرة، نتابعها في مجموعة من رسوم الكاريكاتير ضمن حلقة اليوم.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.